يستمر الجدل حول القاسم الانتخابي بعد مصادقة لجنة الداخلية بمجلس النواب على اعتماده. القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وليس المصوتين كما كان معمولا به، فيقول مؤيدوه إنه يمنع احتكارا للعملية الديمقراطية التي يستفيد منها حزب العدالة والتنمية، ووصفوا رفضه بأنه دليل على تخوفه من عزله وإضعافه. أما المعارضون فيردون بأن القاسم الانتخابي يفتح المجال للأحزاب الصغيرة التي لا تحظى بأي تمثيل شعبي ويجعلها على قدم المساواة مع الأحزاب الكبيرة. وكذلك أطر وزارة بعد شد وجذب وجلسة نقاش برلمانية طويلة، صوتت الحكومة المغربية لصالح اعتماد ما يسمى بالقاسم الانتخابي في احتساب نتائج الانتخابات على أساس المسجلين في اللوائح بدل المصوتين كما هو معمول به حاليا. مقترح القانون وافقت عليه فرق من الأغلبية والمعارضة، ورفضه حزب العدالة والتنمية. فضيحة دستورية ديمقراطية سياسية، ليس هناك، لم نجد في أطروحات المدافعين لا في الفاعلين السياسيين ولا في الأكاديميين من يسند هذه الأطروحة. بالعكس، نحن نقول في العدالة والتنمية هذا القاسم الانتخابي هذا الأساس ليس هناك تجربة تسنده. الأساس هو اللوحة الانتخابية مطعون فيها من ناحية العملية. بداية يقسم عدد المسجلين على عدد المقاعد، والنتيجة هي المعدل الذي يتيح فرصة الحصول على مقعد برلماني، آلية من شأنها منح الأحزاب الصغيرة حظوظا أكبر للفوز، وهو ما قد يفتح المجال أمام القوى السياسية المشاركة حسب مؤيديه. نعتبر أنه القاسم الانتخابي المبني على أساس يعني عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية سيمكن لا محالة من السماح لكل الأحزاب السياسية الصغيرة بالخصوص أن تلج قبة البرلمان. الأثر التي يرتبها هو أنه يخلق مشهدا حزبيا متعددا مما يعقد من مسؤولية رئيس الحكومة عندما يعين ويكلف بتشكيل هذه الحكومة. يجد أمامه أمام عدد من الأحزاب السياسية، وأحيانا أحزاب سياسية لا تمتلك إلا بضعة مقاعد ولكن ترهن تشكيل الحكومة. احتساب النتائج على أساس المسجلين بدل الأصوات المعبر عنها يقلل من قيمة اكتساح حزب ما نتائج الانتخابات، أمر انقسمت آراء الشارع المغربي حياله. الاعتماد الانتخابي حاليا فاشل، وفاشل 100% حيت الصوت ديال المواطنين ما كيوصلش. ربما هذاك الاحزاب الصغيره عنده افكار جديده غتفيد البلاد بزاف، غتعطي واحد القيمه للبلاد، ربما شي حاجه اللي تكون هي بسيطه ولكن عندها قيمه اكثر. وفيما يرى مراقبون ان اعتماد القاسم الانتخابي سيقطع الطريق في الاستحقاق المقبل امام حزب العداله والتنميه متصدر الانتخابات الاخيره بفارق مريح من المقاعد عن باقي الاحزاب، يقول اخرون انه نقاش مصالح حزبيه يغيب مصلحة المواطن وانتظاراته الاقتصادية والاجتماعية من حكومة البلاد القادمة. بين القول في أن اعتماد القاسم الانتخابي سيحقق تمثيلا واسعا لكل الأطياف السياسية، وبين القول في أنه سيقلب المشهد السياسي بشكل يتساوى فيه حزب فاز بأكبر عدد من الأصوات مع الحزب الخاسر، هو جدل يزيد من حرارة أجواء ما قبل انتخابات سيغير من ملامح نتائجها لا محالة اعتماد القاسم الانتخابي حسب مراقبين. فاطمة بوغنبور، الحرة، الرباط. أناقش هذا الموضوع مشاهدينا مع ضيفي عبر سكايب من الدار البيضاء محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري في جامعة الحسن الثاني. أستاذ محمد، أرحب بك. من وجهة نظر دستورية وقانونية، إيجابيات وسلبيات هذا القانون الجديد، لنبدأ بالإيجابيات. وأي نمط يحمل بين طياته عوامل إيجابية وعوامل سلبية، إذا ما اعتمدنا بالاقتراع على أساس الأصوات المعبر عنها لديه كذلك إيجابيات، ولكن كذلك بالنسبة لاحتساب على أساس عدد المسجلين لديه كذلك إيجابيات وسلبيات. الإيجابيات الأولى بالنسبة لهذا النمط من اعتماد بالاقتراع على أساس عدد المسجلين وليس على أساس عدد الأصوات المعبر عنها، أنه يتيح إمكانية كبيرة جدا للأحزاب الصغرى لكي تكون ممثلة داخل البرلمان. نحن نجد عملاً على مستوى الانتخابات التشريعية لسنة 2016 المغربية كان هناك إقصاء لعشرين حزب سياسي معين، يعني من أصل 34 حزب كان هناك 20 حزب لم يحصل سوى على صفر مقعد، وبالتالي في إقصاء للتعددية الحزبية. هذا من جهة.
من جهة ثانية أنه يتيح إمكانية التحرك بالنسبة للأحزاب السياسية الصغرى في الدخول في إطار تحالفات، ولكن هناك كذلك سلبيات. من أبرز السلبيات أننا سنكون أمام برلمان مبلقا، بمعنى أننا فيه تعددية كبيرة جدا، يمكن أن تنتقل بنا من التعددية الحزبية إلى ما نسميه في علم السياسة بنظام التشرذم الحزبي، لوريجيم أوتوميسي، يعني نظام لا يعبر عن حالة مرضية، ويصعب على الحزب الفائز في الاستحقاقات الحزب الأول، يصعب عليه أن يشكل حكومة خالصة. يعني كثرة هذه الأحزاب التي ربما ستأتي تحت قبة البرلمان ستؤدي إلى إضعاف الحكومة أيا كانت، لأنها ستضطر إلى جمع شتاتها من قبل كل هذه الأحزاب حتى تكون ما يسمى أو يعبر عنه بالكتلة الأكبر. بالتالي الآن من المستفيد من هذا القانون؟ يعني حزب العدالة والتنمية مثلا هم يرفضونه ويقولون ربما يتبنون وجهة النظر هذه، ولكن الآخرون يقولون بأنه سيتيح لنا المجال للدخول في هذا الصراع السياسي. من المستفيد أستاذ محمد من إقرار هذا القانون؟ وينبغي أن نقول بأن ما يجري حاليا على مستوى النقاش هو نقاش سياسي وليس نقاشا دستوريا، لأن القواعد الانتخابية هي قواعد تخضع إلى منطق تنافسية بين الأحزاب السياسية، ليس هناك، وبالتالي كل حزب سياسي يحاول أن يوظف آليات معينة من أجل أن يحصل على أكبر عدد من المقاعد، ومن أجل أن يناور على مستوى الممارسة السياسية بشكل عام، هذا هو الهدف. فبالتالي ليس نحن لسنا أمام نقاش دستوري بقدر ما نحن أمام نقاش سياسي أو خطاب سياسي يسعى من خلال كل حزب سياسي إلى الحصول على نسبة معينة بالنسبة للمقاعد. بالنسبة للعدالة والتنمية، تطبيق قاعدة اكتساب عدد المسجلين حسب الدوائر الانتخابية سوف يفقده حوالي 30 مقعدا، أي من أصل 125 مقعد حصلها في الاستحقاقات لسنة 2016، إذا ما طبقت هذه القاعدة فسوف يفقد حوالي 30 مقعد. وهذه نسبة كبيرة أستاذ محمد، هذه نسبة كبيرة. البعض قد يقرأ فيه استهداف لهذا التكتل أو حزب العدالة والتنمية، هل توافق؟ أعتقد على أن ليس فقط بالنسبة لحزب العدالة والتنمية هو الذي سوف يفقد هذه المقاعد، حتى بالنسبة لأحزاب أخرى سوف تفقد مقاعد بنسبة معينة. مثلا لو أخذنا على سبيل المثال حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الأصالة والمعاصرة حصل في الاستحقاقات الماضية على 102 مقعد، سوف يفقد باحتساب عملي لهذا النمط سوف يفقد 12 مقعدا. نفس الأمر بالنسبة لحزب الاستقلال، حصل على 46 مقعد، وكذلك بالنسبة للتجمع الوطني للأحرار. فبالتالي الهدف الأساسي من هذا النمط هو إيجاد تمثيلية عادلة بالنسبة لمختلف الأحزاب السياسية، ولكن في المقابل يطرح تفضل أستاذ. قلت أنه في المقابل يطرح إشكال وجود حكومة خالصة بالنسبة للأحزاب السياسية. الواقع حاليا أنه حزب العدالة والتنمية مع الائتلاف الحكومي يجد صعوبة كبيرة في تدبير الشأن العام الحكومي، فإذا ما أضيف هذا المعطى سوف يصعب الأمر بشكل كبير جدا بالنسبة للحزب الحاصل على المقعد الأول في الاستحقاقات القادمة. بداية، هل يمكن الطعن بمثل هذا الإقرار؟ هل يمكن تغييره؟ هذه أولا، وثانيا ربما المغربي الذي يشعر بأنه ليس ممثلا بحزب ما نتيجة القوانين السابقة التي تعطي كتل أكبر المساحة، ألا يعتبر هذا أيضا بابا للملمة هؤلاء واستيعابهم ضمن مجموعة من الأحزاب أستاذ محمد؟ الهدف الأساسي كان بالنسبة للمغرب هو إيجاد أقطاب حزبية كبرى، بحيث يكون لدينا يمين يسار ووسط، هذا هو الهدف شود بالنسبة لتدبير حكومة خالصة قوية على وقادرة على تدبير المرحلة الحالية، لأن هناك العديد من تداعيات اقتصادية، هناك تداعيات كوفيد، وهناك العديد من الانتظارات التي عبر عنها الشارع المغربي. ولكن أعتقد في المقابل بأن الهدف من هذه القواعد ليس فقط النقاش، حصر فقط على مستوى القاسم الانتخابي، ولكن هذه القوانين استهدفت بالأساس إيجاد حكامة انتخابية قوية جدا من خلال الرفع تمثيلية النساء من
16% اليوم الهدف المنشود هو 23%، وان كان الهدف يعني لم نصل الى الهدف المنشود عالميا الا وهو على الاقل 30%، وبالتالي كان هناك نقاش سياسي حول القاسم الانتخابي، كل واحد من هذه الاحزاب السياسيه يحاول ان يجد له موطئ قدم. نعم. بنعم او لا استاذ محمد لو سمحت، هل يمكن نقاش سياسي وليس نعم. نقاش هل يمكن ان يتغير هذا الاقرار بنعم او لا سريعا ارجوك؟ لا اعتقد انه سوف يتغير، لان صحيح ان هذه القوانين التنظيميه ينبغي ان تمر بالاساس عند المحكمه السوريه، ولكن حينما نعود الى المحكمه السوريه نجد على انها سارت في هذا اتجاه اعطاء افضليه للتسجيل في اللوائح الانتخابيه. شكرا جزيلا ضيفي استاذ محمد زين الدين، كنت معي من الرباط، شكرا جزيلا لك. مرحبا استاذ.